السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم من جديد. مفيش أي شك إن جائحة كورونا أصبحت موضوع رئيسي في إبداع فنانين كتير، تقريبا زي كل حدث صعب ومصيري مر على الإنسانية. أجيال بتتأثر وبتعبر عنه من الزاوية اللي شافوه منها، وده اللي خلى المخرج المصري خالد جلال يتناوله في مسرحية جديدة. أعزائي الحضور، النهاردة ولأول مرة على مسرح شباب العالم في دورته الثالثة، هنقدم لحضراتكم أول عرض مسرحي عن جائحة كورونا بتوقيع مخرج مبدع وصاحب رؤية وبمشاركات دولية بتشمل 14 جنسية مختلفة. أنا بشكر حضراتكم جداً وبتمنى لكم جميعاً مشاهدة ممتعة. شكراً. احنا هنا النهارده عشان نحكي لكم الحكايه من اولها، من اولها خالص. هو احنا في البدايه كنا ايه؟ وسط كل ده، وسط الحروب
والإرهاب والعنصرية والتنمر والتطرف والكراهية والأنانية والقتل والعنف والخوف والطمع والاستغلال والمتاجرة بالبشر. وسط كل ده ظهرت حاجة صغيرة جدا، صغيرة حتى لدرجة إنك ما تقدرش تشوفها بعينيك. كتفت العالم كله، قعدت كل الناس دي في البيت. انا هحكي لكم الحكايه من اولها. I am going to tell you the story from the beginning. Eu vou contar a história do começo. Saya akan menceritakan ceritanya dari awal. Ben size hikayeni evvelinden danışacağım. الحكايه ابتدت في يوم جميل. The story started on a beautiful day. A história começa num dia lindo. Ceritanya dimulai di hari yang indah. Hikaye güzel bir günden başladı. Gemil ev. A very beautiful day. Un dia mesmo lindo. Di hari yang sangat indah. Çok güzel bir günden. واتقفلت كل البيبان واتعزلنا. قريتنا صغيرة
وزحمة جدا وسكانها كتير وحكاياتهم أكتر، ورغم اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأفكارهم بس حكاياتهم في كل مكان كانت شبه بعض. يعني مثلا في بداية القصة دي كان في حكايات كتير في المطارات والناس اللي في المطارات. أخيرا أخيرا خلصت دراستي وبرجع لبلادي، بلاد النور اليمن، ومعايا شهادة كبيرة ممكن وزنها يكون زايد. اتفضل تذكرة السفر. ما تسواش حاجة؟ ليش ما تسواش حاجة؟ إغلاقتك؟ حضرت أول وباء عالمي اسمه كورونا؟ تمام، رجعني على آخر طيارة حتى لو تعلق بديلي. تمام تمام، تفرق تفرق لو ضغطت. ألو أخي، منعوني من السفر، عندنا مرض خطير انتشر. وصل لعندكم بهذه السرعة؟ وقول بعض وقول جدتي وقولوا لي إن أنا جبت الشهادة. أخي أخي، يقولوا إن أنا عالقة، أنا تعبت من الألقاب، مرة عالقة مرة مغتربة والآن مش محصنة. أنا كل اللي أشتي إن أنا أرجع لكم، أنا ما أشتيش ألقاب، أنا أشتي أرجع بس. يا رب اجمعني بهم كما جمعت يوسف بيعقوب، يا رب اجمعني بهم كما جمعت يوسف بيعقوب، اجمعني بهم كما جمعت يوسف بيعقوب. المطارات والناس اللي فضلوا في المطارات. القرية كان فيها كل الأطياف والألوان، كان فيها الغني والفقير، الأبيض والأسود، اللي فوق واللي تحت، وكمان كان فيها التاجر الجشع اللي عنده كل حاجة. عيلة غريبة، راجل غريب وولاده أغرب. لميتوا كل الكمامات اللي في السوق؟ لمينا يا بابا. واشتريتوا كل الكحول؟ اشترينا يا بابا. أنابيب الأكسجين سحبتوها؟ سحبنا يا بابا. خبيتوهم؟ خبينا يا بابا. الحمد لله، أنا كده اطمنت على الناس. وزي ما القرية كان فيها التاجر الجشع اللي عنده كل حاجة، كان فيها الغلابة اللي ما عندهمش أي حاجة. إحنا ما كناش عايزين حاجة، كل اللي كنا عايزينه كمامة واحدة بس. لفيت في كل حتة ما لقيتش ولا واحدة. أبويا بيموت ولازم ينزل ياخد العلاج، طب أعمل إيه؟ فكرت تروح لجارها عشان تستنجد بيه. الحقوني أرجوك أتوسل إليك، إديني كمامة، كمامة واحدة بس، أبويا بيموت ولازم ينزل ياخد العلاج، أتوسل إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدقيني يا بنتي، البنت لو كان في كمامة واحدة بس ما كنتش عزتها عنك أبدا. صح يا ولاد؟ صح يا بابا. يعني مش هتديني كمامة؟ مفيش. مش كفاية انك واخد شقتنا انت وولادك وطردنا برا؟ انا؟ احنا؟ الله يسامحك. طب انا هشتكيك للعمدة. وراحت للعمدة عشان تشتكيك. هلو، هاو ار يو؟ فاين ثانك يو، ويلكم ويلكم. انا عندي شك. من مين؟ ده. ايوه يعني من مين؟ بتقول لك ده 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 كله اللي ده. طب ده اطيب واحد في القرية. جنبه يا بنت، واوعي تلمسيه، اوعي. كله اللي ده، كله اللي ده، كله اللي ده. ورجعت المسكينه غلبانه محتاجه. يعني ايه؟ يعني لا كمامه ولا حقنه ولا حد يحمينا؟ يعني ايه؟ يعني الموت. كانت خايفه، كلنا كنا خايفين، بس في الأزمات كل البيبان ممكن تتقفل إلا باب واحد.
دايما مفتوح. المرض موجود في كل حته. انا هنزل اودي ابويا ياخد الحقنه. استرها بعين. ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب. جينا Сохрани нас, Господи. Мы нуждаемся в Тебе. بعدها ما كانش فيه طريق غير ان كل واحد يروح لبيته ونستنى الفرج. وبدا الحجر العالمي الكوارنتين. واول ما قعدنا في البيوت بدات المشاكل بقى. يعني مثلا الامهات، غفران غفران، امير امير، انا هنا اهو، انا هنا اهو، يلا نلحق ننزل قبل ما ماما تصحى. يلا ايوه. Where is your mask؟ الماسك الماسك. يلا يلا. Stop. ايه؟ Where is your هي بتقول ايه؟
كده عيب بصراحه. اه والله كده عيب. يلا الامهات في الوادي ده في قريتنا جننوا ولادهم، بس بصراحه هم عندهم حق. ما هو الماسك حاجه مهمه جدا، وبعدين احنا ما شاء الله احسن ناس تلبس الماسك صح، حاجه يعني ما شاء الله. ده انا فاكر لما جابوا لنا الدكتور الخبير عشان يعلمنا ازاي نلبس الماسك، والحقيقه راجل كان متفاعل معانا جدا وكان بيتكلم بمنتهى الهدوء. ماسك بس استاذ. ايه ده ماسك؟ قلت لك عارفين ايزي ماسك خيط مان زو. المفروض ان الماسك بيتلبس كده. بدأ بقى رغي كتير والفتي والكلام، انا مش فاهم كانوا بيجيبوا الكلام ده منين. لازم طبعا يجي لكم فيروس والف فيروس، ده غضب من ربنا. انا فرحانه فيكم، يلا خلونا نخلص منكم. ياه ده انا لو عيانه كنت قاعدينكم كلكم، لكن طبعا الكورونا ما تصيبش مؤمن ابدا. طبعا بيرشوا في الجو، انا كل ما طياره تعدي من فوق راسي بعطس على طول. كله من ابراج المحمول، ربنا كل ما اجي امسك التليفون واتكلم بعطس على طول. تحطي البراد على النار وتحطي الشطه على الميه تسيبيها تغلي نص ساعه، اكيد طبعا هيطلع بخار ميه، تشميه كله هتخفي على طول. اسمعي مني، اكتبي ورايا كيلو توم وكيلو بطل، وافرم افرم افرم وتاخدي 3 معالق كل يوم على الريق. لا يمكن يقرب منك ابدا. فيروس ايه؟ انا بتكلم عن جوزك. انا بتكلم عشانك على فكره، احنا عندنا في الساحل مفيش كورونا خالص. اصلا هتدخل ازاي؟ لازم اي دي، فكان احنا بندخل بصعوبه. بصي انت تجيبي ليمون وهاني وجينجر وافوكادو. افوكادو؟ هو اللي جالكوا ده من شويه؟ ما هو من المنكر اللي بتشربوه. انا بقى عرفت احسن حل لعلاج الكورونا، ما تبصلهاش خالص، التجاهل. ما تبصوش كده لحسن تنتشر. كورونا فيروس نو برازيل نو كينيا، اتس جاست افلو. الشلولو الحل الوحيد لقتل الكورونا هو الشلولو. حله ناشفه وملوخيه ناشفه، ويا سلام بقى لو بالارانب. على فكره بقى الكورونا دي علميا ما بتجيش للاطفال ولا للشباب، الكورونا بتبتدي من سن 37 سنه. اول ما تتم 37 سنه تقلق على طول. احنا عندنا الجو حر جدا والفيروس لا يمكن يعيش في الحر، فاستحيل يجيلنا ابدا. بلاش كلام فاضي، احنا عندنا الجو برد جدا والمعروف ان الفيروس بيموت من البرد، فلا يمكن يجي عندنا ابدا. حر ايه وبرد ايه وتوم ايه وبصل ايه؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ إيه؟ فهمت بقى علي؟ شويه برد شويه حر. اه فهم. على شويه بصل بقى وشويه توم وايه؟ مش عايزك تقلق خالص علي. بص علي، انت لازم تامن نفسك وتشتري بقى كحول على كمامات على انابيب اكسجين، والحاجات دي كلها مش هتلاقيها موجوده غير عندنا. بص علي، انا هنصحك نصيحه، انا مش عايزك تقلق يا علي. انا مش
عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راح بالك بالدنيا. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راح بالك بالدنيا. أجيال من الفيروس جاي بتعيش في الهوا والمية، فتاك عنيفة قوية هتصيبك 100% لو تحرقها بالنار. تلمع في عينيها شرار، تقف على باب الدار وتقول لك أنا دوري هيبدأ، لكن مش عايزك تقلق خالص. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راح بالك بالدنيا. بكرة الأوبئة دي هتكتر والأحداث طبعا أخطر، ولا ده ولا مصلحة يقدر انسى كان غيرك أشطر. لو حسيت مرة صداع أو ضفرة تنفس بعض معناها المرة دي تمكن وفي ثانية الميكروب يسبق، لكن مش عايزك تقلق خالص. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راح بالك بالدنيا. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راح بالك بالدنيا، راح بالك بالدنيا. هاي وإيه الحلاوة دي؟ أنا فخور بيك يا حبيب أخوك. راضي عني؟ حبيب قلبي بابي، اخيرا طمرت فيك تربيتي. بس انا ما حدش اتكلم عني يا بابا. معقوله؟ اه والله. كمان يا بابا لسه حكايتي ما اتحكتش. انت مش مهم. والله انا يا بابي ما حدش اتكلم عني خالص. حكايتك انت انا اللي هحكيها يا روح قلبي بابي. طب وبعدين يا بابا هنعمل ايه دلوقتي؟ انت يا بتاع الحكايات تعالى هنا. ابدا انت يا ابني انت. ايه وبعدين يعني معاك؟ انا قاعد سامعك من الصبح وساكت، عمال تتكلم عن الأمهات والمطارات والإنسانية والخير وحاجات ما تخصناش خالص. الإنسانية ما تخصناش؟ تخصك أنت جايز، لكن أنا ما تخصنيش. الإنسانية تخصك يا بابا. يعني إيه إنسانية؟ أهو ما يعرفش عنها حاجة. وبعدين أنت اتكلمت عن كل الحاجات دي ونسيت تتكلم عن أهم حاجة، البورصة. هو حضرتك البورصة؟ أنا شغال على البورصة، أنا راجل بتاع بورصة وما يهمنيش العواطف، وصاحب القرش صياد. لما حصلت الأزمة والمصانع كلها قفلت والناس كلها قالت يا دي المصيبة، أنا قلت يا دي السعد يا دي الهنا، وحسيت إن دي فرصة جات لي على طبق من ده. كله هيقفل ومحدش هيشتغل غيري، كله هيخاف ويترعب والسوق كله هيبقى في إيدي. وعلى رأي المثل مصائب قوم عند قوم فوائده، العالم ما فيهوش مكان لضعيف، والشاطر هو اللي يعرف يستغل الفرصة. على فكرة أنا مش وحش، أنا بس عارف إن مش كلنا واحد، في ناس فوق وناس تحت، ناس تبيع وناس تتباع، تشتري، ناس تخطط وناس تنفذ، ناس تعيش وناس كتير لازم تموت. هاي هاي يحزن ويزعل كله يقفل كله يقفل كله يقفل كله يقفل كله يقفل. هاي هاي يا ابني. لا بقولك ايه، معلش بس انا واحد عايز حضرتك بس. دي حاجه ولا ايه؟ معلش حضرتك ممكن تقول لنا الجمله اللي قلتها قبل الاغنيه العظيمه دي، الاغنيه اللي فيها كله هيقفل وخلاص والانسانيه ما تخصناش؟ اه يا ريت تقول لنا بقى الجمله اللي قبل الاغنيه. اقولها لك باداء ولا عادي؟ زي ما تحب. انا قلت في ناس تعيش وشاورت على نفسي، وناس كتير لازم تموت. تموت 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 تموت. ما
معلش معلش، ما هو وقت الأزمات بتبان الشخصيات وبتختلف الأصوات. أصوات كتير كانت بتخوف، هو إحنا خوفنا من شوية أصوات كانت بتخوف وتقول ودعوا أحبابكم، وأصوات كانت بتقلق وتقول السيستم الطبي واقع، مفيش أماكن في المستشفيات، اللي هيتعب يعالج نفسه بنفسه، وأصوات كانت بتطمن ناسها وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومن ناس تطمن وما تخافش وهم يعدوا المحنة. يا ساتر الساتر يا رب، استرها علينا يا رب، واكبر خاطرنا، اكبر خاطرنا يا رب، ده احنا في حماك وحنانك يا رب يا كريم. بتعمل ايه؟ استنى، ما تمسكش الماسكات كده بايدك يا دكتور، خليها على الله. هي على الله؟ بس انت بتقول دور مهم، خلي بالك من نفسك. دور مهم؟ مهم طبعا. الله يخليك يا دكتور، انت رايح على فين؟ رايح على المستشفى. علم ربنا معاك ويحميك يا دكتور، ربنا يحميك يا رب. يا دكتور بقول لك اشوفك تاني ان شاء الله. امتى؟ سيبنا نتلاقى. اللقاء نصيب يا دكتور. ايوه كله نصيب، واللقاء نصيب ان شاء الله. ده ربنا رحمن قوي حنان قوي، هيلطف فينا ان شاء الله. بعمل لكم كيكه. انا اللي هعمل الكيكه. لا خليك اقعد انت. طب انا زهقان. ايه يا بابا؟ مدينه بندردش ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ على رايك بنحكي ونفرفش ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ تحب نتعرف ورانا ايه؟ تحب نتشرف ورانا ايه؟ يا بابا وسلام عليك يا بابا. الله 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 يا بابا وسلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا، ونجيك نزور يا بابا، اشهد بالله يا بابا ما شك تسواه يا بابا، جرح الحبيب يا بابا وعلاش تعيب. الله غني على
بنغني كأننا ماسكين إيد بعض، كنا بنغني كأننا حاضنين بعض، ما اتفقناش على الأغنية، ما حفظناش حتى اللحن، بس غنينا حكايتنا، غنينا سوا، لأنها مش هتعدي غير وإحنا سوا. كنا بنفكر بعض إننا موجودين، كنا بنفكر نفسنا إننا لسه عايشين، كنا بندي لبعض التمام إن كله هيبقى تمام. لا 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 لا. أنا واحد من الناس اللي ما كانش ينفع يشتغلوا من جوه البيت. بس كان لنا دور مهم زي العلماء والدكاترة. بصراحة يعني كده أنا كنت بخاف من الفيروس. حاكم شغلانتنا دي، شيل دي من هنا حط دي هنا، ما تعرفش الفيروس ده هيجي لك منين. بس بصراحة يعني شغلانتنا شغلانة مهمة حبتين. والله المهم إن وقت الأزمة كل واحد يعرف مكان يقوم بواجبه. وما يخافش، ما يخافش أبدا، ويتكل على الله. الزمن اتغير وبقى غير الزمن. الشوارع اتملت كمامات مرمية في كل حتة. كنا نتعامل مع الكمامة كأنها قنابل تنفجر في وشنا في أي وقت. كنا ننزل الحصر وروحنا على كفنا. أغلب الناس بيرموا الكمامة في الشارع واحنا بنلمها، بس محدش هيلمها غيرنا، ده شغلنا وواجبنا. سمع كلامك في عقلي ياما وانت بتقولي لو شطح مخ العدو خط اراضينا يا ولدي يلحقش ينزل رجله التانية، ناكلوه نجرشوه بسناننا، اجلها بنروحوه باك. بس المرة دي عدوك الجواك. كيف الكورونا تمشي في جسمك الطاهر ياما؟ يميني لامن عليها ونجرشها بسناني، نفسي اجيلك واترمي تحت رجليكي. بس اللي بيهون الموضوع في قلبي ان في غيري واقف يحميك. الدكتور اللي بيعالجك ياما زينا، احنا واقفين نحميك على الحدود وهو كمان واقف. نسينا نتقابل في الجنة ياما. J'étais de ceux qui habitaient les laboratoires jour et nuit pour tenter de sauver l'humanité. كنت من الناس اللي بتسهر ليل ونهار في المعمل علشان تحاول تنقذ البشرية. Une lourde responsabilité. Le temps presse. Les gens meurent et chaque minute compte. المسؤولية كبيرة.
الوقت بيضغط علينا، الناس بتموت وكل دقيقة بتتحسب. بريسيون، تنسيون، بير، فاتيك، ديزيسبوار. نو، اسبوار، ديتيرميناسيون، فولونتي، ريشيرش، ترافاي، ايسي. ضغط، توتر، قلق، خوف، ضعف، يأس. لا، أمل، عزيمة، إرادة، عمل، بحوث، تجارب، تجارب، بحوث، عمل. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne baisserons pas les bras. Ceci est notre combat contre l'ennemi invisible. Parce que nous ne pouvons pas nous détruire. Nous ne pouvons pas nous détruire. Nous ne pouvons pas nous. Ceci est notre devoir. Nous devons trouver la bonne formule. Nous devons trouver le vaccin. Nous avons trouvé le vaccin. C'est احنا لازم نلاقي المعطل الصح، احنا لازم نلاقي الفاكسين. احنا لقينا الفاكسين. عارف معنى انك ما تشوفش اهلك شهرين او ثلاثه، مع انك مش مسافر ولا حاجه. ده احنا واحنا في العزل، احنا كاننا كنا في حرب. في الحرب العسكري لو وقع زميله بيشيله على كتفه ويجري بيه، مش بس عشان ينقذه من الموت، عشان العدو ما ياخدوش اسير. وده اللي حصل مع دكتور علي زهر. علي وقع بس انا ما قدرتش اشيله. مش علي لوحده اللي وقع، ناس كتير من زمايلنا ماتت. دكتور علي، دكتور فريد، شافتولو، ناتاليا، راتي، باولو، عساف، خافيير، سارة، ميلا، شيكوندي، كل دول، كل دول في كل مكان مات. احنا للأسف ما كناش بنقدر نشيل زمايلنا على كتفنا، لكننا كنا شايلين الناس. لما كنت اقول له يا علي انا مش قادر اتنفس من لبس العزل يقول لي اجمد. الناس أملها في ربنا وفيك كبير. حد حاسس بينا يا علي؟ احنا بنقع واحد ورا التاني. يقول لي كل ما تحس ان عزيمتك قلت افتكر القسم اللي اقسمته يوم ما اتخرجت. فاكره؟ فاكره يا علي؟ أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أنوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذنا من المرض والآلام. أقسم بالله العظيم لما خلصت الحكاية كان لازم أول مكان أروحه، المكان اللي فيه كل الناس اللي ضحوا بحياتهم علشاننا.
لازم اشكركم، لازم اشكركم، حاجه جميله ومبدعه جدا. ف اسمحوا لي ان انا بكل تقدير واحترام واعتزاز بالعمل اللي انتم عملتوه وقدمتوه، مش بس يعني الدنيا كلها كانت بتتكلم في المسرحيه ديت، فانا بشكركم لكم كلكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. 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 شكرا.